طبعا الفرق المصرية والخبراء المصريين والمرممين المصريين والمكتشفين المصريين دي حاجة تعتبر بالنسبة لنا جديدة ما كانش بتحصل قبل كده فده كمان بيضيف قيمة أكتر لأن لما بيكون أهل المكان هم اللي بيطلعوا الأثار أو التراث أو الكنوز بتاعتها م. بتدي بعد تاني خالص يعني م. فأعتقد أن وجود مصر عن الساحة مصر ما غابتش دقيقة واحدة عن الساحة بسبب هذه الاكتشافات، بسبب كمان العروض اللي تمت عبر الفيرتيوال رياليتي او حضرتك عارف ان احنا عرضنا الاماكن والمقابر والاماكن الاثريه عبر تقنيه الـ 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 الواقع الافتراضي، والناس كانت قاعده في الحزر او في البيوت م. بتتفرج وكان نسبه نسب المشاهده عاليه جدا وكان ده بيتابع وبيتقال المردود بتاعه ايه. فمصر كانت حاضره ونسب البحث عليها كانت عاليه جدا في هذه الفتره م. وده اثر بتاثير ايجابي هيبان بقى أثر ان شاء الله لما حركه السياحه ترجع لطبيعتها وكل الناس اللي متشوقه تشوف اللي تم في الفتره اللي فاتت دي ان شاء الله هيبقوا موجودين عشان أنا عندي حدثين كمان مهمين جدا مرتقبين افتتاح المتحف الكبير وعندي كمان متحف الحضاره ان شاء الله. لا يقل اهميه طبعا ده متحف لل للملوك وللعظماء من تاريخ مصر القديم يعني طبعاً ازاي طبعاً. احنا شغالين برضو على الملفين دول وفكره توزيع الاثار ما بين المتاحف المختلفه ازاي بيتم اختيار القطعه دي عشان تروح المكان ده وهكذا الحقيقه مصر يعني عندها مخزون يعني من الاثار يعني يكفي يعني يكفي انه يعني حضرتك شايف كم المتاحف اللي اتفتح في الفتره اللي فاتت يمكن في الخمس سنين فاتوا احنا بنتكلم في, في تطوير وتحديث ثمانين او أكتر من متحف وموقع اثري الفترة اللي فاتت بس أيام كورونا يمكن اتفتح أكتر من خمس ست متاحف يمكن حذكرهم بمنتهى السرعة كده عندنا طبعا قصر البارون وعندنا متحف شرم الشيخ ومتحف الغردقة في ثلاث متاحف اتفتحوا في يوم واحد وده إعجاز في حد ذاته ويمكن حشرفهم بالحضور في فخامة الرئيس طبعا. كان متحف شرم الشيخ متحف قفر الشيخ ومتحف المركبات الملكيه طبعا ده في يوم واحد ما فيش دوله بتقدر تفتتح ثلاث متاحف في يوم يعني ده معناه انها عندها كم من الزخم في عندي القماشه الواسعه طبعا اه طب. طبعا موضوع تنسيق القطعه واختيارها ده بيبقى معني بيه اللجنه طبعا دائما الاثار وفي الخبراء المختصين والساده القائمين على هذا الملف طبعا هم اقدر انهم يتكلموا عليه بالتفصيل لكن اقدر اقول لحضرتك بيتم بعنايه وبدقه وبمنتهى العلميه اللي هم طبعا يعني وصلت ان الموضوع يبقى بالشكل الشيق والرائع اللي حضراتكم اكيد بتشوفوه هو هل يا دكتور صلاح عشان احنا واخدين على كده واخدين على الاثار والكنوز اللي هي موجوده طول الوقت شغفنا مش مش كبير زي زي الزائر الاجنبي او السائح الاجنبي أه الواحد لا. دايما بيفكر في الجزئيه دي ليه انا مش متلهف ان انا اروح واشوف وادرس واقارن والكلام ده كله زي الناس اللي هي بتيجي من بره عايزه تشوف الحاجات اللي هي قدام عينينا طول الوقت لا هو حضرتك اه احنا يعني في شغف وكل حاجه بس هو الفكره في ان التعريف الناس محتاجة تعرف أكتر بس، التنويه عن الحاجات دي يمكن قبل كده ما كناش بنظهر الحاجات دي بشكل يعني مكثف أو بشكل جاذب، لكن أعتقد إن الفترة اللي فاتت وزارة السياحة والآثار اشتغلت جامد جدا على الترويج للتراث والحضارة بتاعتنا والمتاحف والافتتاحات ويمكن حضراتكم ده الدليل على إن إحنا على طول متواجدين وبنشرح والزملاء برضه في أماكن كتيرة جدا وبرامج كتيرة اتعملت على الموضوع ده، فبقى في زخم المواطن العادي بقى يفهم وبقى يسمع وبقى يروح وبيسال م. ودليل فالفتره اللي جايه هتشهد بقى تغير لان حضرتك بس محتاج تعرف هي الفكره ان ما كانش في مش هقول اعلام لكن ما فيش تنويهات بالشكل المكثف اللي يسمح ان كل الناس تبقى في حاله عايزه تعرف اللي بيتم